مشاهدينا بنحييكم من تقلبات الحكومية إلى تقلبات سعر الصرف، مرورا طبعا بالحراك اللي عم بيصير بالشارع. كل هذه العناوين بصرنا نناقشها مع الصحافي علي حجازي. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك والمشاهدين. بدي بلش معك من التويت اللي حطيتها امبارح، كتبت عن ملف الحكومة: تحريك للمياه الراكدة في الداخل يواكبه ضغط فرنسي من الخارج، هل يحدث ذلك خرقا وشيكا في ملف تشكيل الحكومة؟ سألت، بس شو الجواب؟ هلا الجواب انه واضح انه ما يجري في الداخل في جزء منه منسق، والهدف منه اعادة ربط بالحد الادنى جسور التواصل، بغض النظر عن هذا التواصل قديش راح يكون ايجابي او سلبي، بس يعني يكون في امكانية للتواصل بين الرئيس المكلف وفخامة رئيس الجمهورية وبين القوى السياسية المعنية. يعني عم نشوف النائب وليد زنبلاط بيطلع على عين الديني، بيلتقي الرئيس الحريري، بيبعت الوزير العريضة، اللواء إبراهيم بيشوف الرئيس بري، الحاج وفيق صفا بيشوف جبران باسيل، هذا كلياته سوا يأتي في إطار تحريك داخلي. وأيضا بالمعلومات أنه الفرنسيين عادوا دخلوا على الخط وعم يمارسوا نوع من الضغط، وهذا الضغط إذا كان بالمستوى المطلوب ممكن، ومنحط يعني شحطين تحت ممكن، حول كلمة ممكن، لأنه إذا هذا الضغط راح بالاتجاه الصح ووفق قراءة ما فيها ميول نحو طرف على حساب طرف آخر، ممكن نشوف خرق حكومي. هلأ بعده حتى الساعة الأمور ليست مثل ما يعني البعض معتقد انه خلص التنين ركبت، لا التنين ما ركبت. واضح. بده يصير شيء، بده ضغط، بده اتصالات، بده مفاوضات، بده مقاربات مختلفة، بده خروج من المربعات اللي رسمتها القوى السياسية لنفسها نحو مربعات جديدة ممكن تشكل نوع من الالتقاء بين الأفرقاء، يولد بصيص أمل بحكومة لن تكون حكومة الحل، ولن تكون حكومة المعجزة، ولن تكون حكومة الخلاص، بس بالحد الأدنى حكومة خلق فرصة لعل وعسى أنه نوصل لمحل بنقدر فيه نعطي مشي شوية أكسجين للناس، لأنه أساس المشهد اليوم يفترض أن يكون الناس وفقط الناس، مش وقت معارك سياسية ولا وقت تصفية حسابات، لأنه العنوان الضاغط هو اليوم الوضع المعيشي والاقتصادي وسعر الصرف 100%. يلي هو مرتبط بالناس. بدي فند الأفكار اللي قلتها. عم تقول ممكن إذا صار في ضغط فرنسي وبقي مواكب بهيدي الحركة الداخلية ممكن يصير عنا شيء بملف الحكومة، بس امبارح كل من سمع السيد نصر الله يعني استشف من كلامه انه ما في حكومه بالقريب. انا رح اخذ كلام السيد نصر الله بالمنحى الثاني يلي بعتقد هو الاسلم بالقراءه. اولا السيد نصر الله قال احنا ملتزمين بالملتزمين فيه. صح. وبالتالي اذا التنين اتفقتوا على حكومه اختصاص نحن ماشيين طبعا مع نقاش يطال الاسماء. مش انه ماشيين انه الرئيس الحريري بيسمي للناس والناس بتمشي. ليش هي مش متفقين عليها الثنائي مع بالحد الادنى بالشق المتعلق بالوزراء اللي يفترض ان يكونوا محسوبين على حزب الله؟ اكيد حتى الساعه لم يحصل اتفاق. طرح الرئيس الحريري اسمين للتوزير، واحد من هودي الاسماء تواصل معها وقالها وقالت له بشكل واضح انا من دون الحصول على سقف تغطية من ثنائي أمل حزب الله بعتذر منك دولة الرئيس، ماني مضطرة. وهيدي القاعدة بتشمل الكل ويفترض أن تشمل الكل، وأساسا الرئيس الحريري بيكون ما بده يشكل حكومة إذا هيدي القاعدة ما بدها تكون ماشية على الكل. هلأ أنا رح أخذ الشق الأول من خطاب السيد نصر الله يلي قال فيه بشكل واضح وصريح، ومعروف عن السيد نصر الله يعني مش بيحلل السياسي أو بيفتح باب للاجتهاد، حكي بكلام واضح، قال لا تاخذوا الكلام اللاحق، ثبتوا عندكم هودي، نحن ماشيين الصيغة المتفقين عليها، متفقين عليها، روحوا حلوها. أنا برأيي الشق الثاني من الحديث
الهدف منه الضغط وتحديدا على الرئيس الحريري، لأن بعتقد أنه لدى حزب الله اقتناع أن الرئيس الحريري حتى الساعة لا يريد تشكيل حكومة لاعتبارات ما بعرف شو هي. بس لما بيحكي السيد نصر الله بيدعي الحريري يعمل حكومة تكنو سياسية، هيدي ما بنكون رجعنا إلى النقطة الصفر بهذا الملف؟ يعني أوساط تيار المستقبل اعتبرت أنه هيدي عودة فينا على الوراء. برجع بقول لك ومن باب المعلومة، نعم، السيد نصر الله يضغط باتجاه تعجيل حكومة اختصاصيين هو لم يرفضها، وقال بشكل واضح أنا ملتزم بما اتفقنا عليه، ولكن هو يقول للرئيس الحريري تحديدا إذا مفتكر أنك فيك تحط جيبة ورقة التكليف وتقعد تبرم فيها عواصم العالم وبتجي على بعبدة وما بتجي على بعبدة وبتقبل وما بتقبل ونقطة على السطر وإلى ما هنالك، لا عندنا نحن خيارات تانية، منها تأليف حكومي طرح تعويم حكومة الرئيس حسان دياب، منا طرح نقاش يبدو بلش يصير جدي وهو دستورية ضروري، وحتى يكون الكلام واضح ويسمعوا الكل، ما بقى فينا نعيش بنظام بدنا سنتين ونص لننتخب رئيس. بس خلينا ما بقى فينا بس هون، ما بقى فينا نعيش بنظام ممكن رئيس الجمهورية بغض النظر مين الرئيس، اليوم الرئيس ميشيل عون، يمكن بكرة سليمان فرنجي، يمكن جبران باسيل، بغض النظر عن الاسم ممكن هو يقرر بعد 5 أشهر يعمل استشارات، وما بقى فينا نعيش بنظام رئيس الحكومة في يقعد سنة ومنطرنا لحتى يشوف كيف بده يشكل حكومة. يفترض أن يكون هناك مهل ملزم للكل، خلال هالقد بندعي لاستشارات، خلال هالقد بتعمل الحكومة أو منروح على خيارات جديدة، وما حدا يستفز من الطوائف، وعملوها 6 و6 مكرر، شوفوا شو صيغة، تلزموا الشيعة بشي ولزموا السنة بشي ولزموا المسيحية بشي، لأنه هذا البلد هيك للأسف. بس طرح التعديلات الدستورية اليوم موجه ضد سعد الحريري، يعني فكرته بتوقيته هو ضغط على سعد الحريري يمارسه السيد نصر الله للإسراع بتشكيل هذه الحكومة. السيد نصر الله يضغط باتجاه تسريع تشكيل الحكومة ويقول بشكل واضح، بس عنده أسس هيدا الطرح. يعني كمان كان في طرح واقتراح قانون لتيار الوطني الحر بهيدا الشأن، أنه يكون في مهلة لرئيس الجمهورية تيدعي للاستشارات، ومهلة أيضا للرئيس المكلف إذا ما مشي الحال بتكون مهلة ملزمة له للاعتذار. بس اليوم مين بده يوقف، إن كان مع التيار وإن كان مع السيد نصر الله وحزب الله بهذا الموقف؟ ما حليفه الأساسي الرئيس نبيه بري بخالفه بهذه النقطة؟ لا ما بخالفه. كيف ما بخالفه؟ الرئيس بري لا يخالف بموضوع تعديل دستوري يحدد مهل، وهو أمر كان عم يبحث أقله بالمجالس الخاصة سابقا، وأساسا بغض النظر إذا الرئيس بري ولا حزب الله ولا التيار الوطني الحر ولا سعد الحريري، قاصر في التفكير السياسي كل من يعتقد أننا نستطيع أن نكمل مسيرتنا بهذا البلد في ظل هيدي التركيبة وهذا النظام وهيدي الطريقة وهيدي ما بعرف مين اخترعها وكيف اخترعها وليش اخترعها ومين خلق لها الفلسفات تبعها وتعقيداتها إلى حدود بتخليك تحسي وكأنه من يوم اللي وضع هذا الاتفاق وضع على قاعدة مؤامرة على البلد وعلى الناس أنه ما يصير عندنا دولة. هيدي قناعة ما بدها أي فلسفة. آخرة النهار إذا بدنا نوصل لطريق مسدود كلنا سوا بدنا نروح على طرح جديد، وأنا برأيي أساسا نحن تأخرنا جدا. مين حمى هذا الاتفاق طيلت أكثر من 30 سنة أستاذ علي؟ الظروف كلها هلا هذا نقاش الأشخاص بعدهم. إيه بس هودي الأشخاص في اختلاف بين دولار 1005 مرحلة كان السوري فيها بالبلد، ومرحلة كان الدولار 1005 ومرحلة توافق، وبين مرحلة الدولار هلا ما بقى فينا نحدد سعر الصرف لانه كل يوم شيء، وبين مرحلة الناس بالشارع والناس جوعانة وأزمات بالاقتصاد على كل المستويات، أزمة دواء وأزمة بنزين وأزمة خبز وأزمة محروقات وأزمة مدارس وأزمة جامعات وأزمة طلاب مستوتين برا، هون يختلف الوضع. لذلك أنا مصر منذ البداية لو الفرنسي كان بده يفكر صح كان ما سلك المسار اللي سلكه هلأ،
يلي عنوانه انه روحوا شكلوا حكومه برئاسه سعد الحريري وانه هذا اللي بيبلش يخلصكم. كان يفترض ان يكون هناك مؤتمر وطني جامع بيصير بلبنان، بيصير مطرح ما بده يصير برعايه مدري مين. المهم يفترض طرح صيغه جديده، هيدي الصيغه ما بقى تصلح ابدا. هيدي الصيغه يعني اذا شكلنا هلا حكومه ممتاز، بعد سنه وكم شهر في عنا انتخابات رئاسيه، شو بنعلق سنتين ونص جداد وبعد ما يصير عنا رئيس بنعلق 5-6 أشهر جداد؟ هذا نظام في كل مره يولد ازمه. طيب بده متفقين اعاده نظر، وما حدا يتحجج بحماية حقوق فلان ولا فلان، ما حدا حمد حقوقه باسم حماية حقوق الطائفة، لا الشيعة ولا السنة ولا المسيحيين ولا الدروز ولا العلويين ولا حدا. كل الناس اليوم تحت خط الفقر، كل الناس عم تصرخ، كل الناس جوعانة، كل الناس خايفة من بكرة. بالأثناء يعني حضرتك عم تحكي عن وجع الناس، عم تابع كمان بالجزء الثاني من الصورة مسيرة تحت عنوان مكملين بالمقاومة الشعبية بوجع عصابات المنظومة الحاكمة حتى إسقاطها، هذه المسيرة اللي رح نتابع مشاهدها. بس بدي ارجع معك على قصة قلت لي الرئيس بري لا يمانع تعديلات دستورية. بعتقد أنا هلا إذا خلال أيام تنكون واقعيين، هلا ما في خلال أيام، لا 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 أكيد. لم يتم الاتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس المكلف، شو بيصير؟ هلا نحن خلينا ما نعدم الفرص، انا بعد عندي بصيص امل انه ممكن يصير في تقريب وجهات نظر. اذا اول شيء اقتنع الفريق الرئاسي انه مساله التلت الضامن، وهو عم بيقول مقتنع، ما ممكن تمشي، وبالمقابل صح، وبالمقابل اقتنع الرئيس الحريري انه ما في يفرض على حدا اسم ممثله، وما في يحط الصحة والعدل والداخلية عنده وانه هيدي التقسيم اللي قدمها مسبقا منا منطقية، وفي صيغ ممكن يعطي الصحة لفخامة الرئيس بما انه فخامة الرئيس قال له امبارح الطاقة. مين قال لك انا متمسك بالطاقة؟ ابدا مش صحيح. واساسا القاعده اللي متفقين عليها انه خي يستثنى الموضوع المال من المداوره وهيدي القاعده بتشمل كل، مين قال لك انه انا رافضها؟ لا ابدا مش رافضها. وبالتالي بده يكون الطرفين، لانه الطرفين بيعرفوا انه الظرف ضاغط وضاغط جدا. نعم ما عندنا طرف وقت، ما عندنا معركة بتشبه معركة حكومة نجيب ميقاتي أو معركة 2009 و2007 والناس عم تحط الأرجيلة وتقعد تحضر تلفزيون وتشوفنا عم نتساجل بالبرامج السياسية ومين على صوته أكتر من التاني. ناس واصلة محل ما عم تسألنا إذا في حكومة لأنه بده الحكومة، عم تسألنا في حكومة ليعرفوا بكرة الدولار بده ينزل أو ما بده ينزل. نحنا ما فينا نكمل بوقت أنه دولار يوم بيطلع 15,000 وبيعمل حالة جمود وشلل، وبكين البعض عم بيقول للعشرين، وبتتسكر المؤسسات والمصالح، ويوم بيسكروا الصيدليات، ويوم القطاع الصحي بيعلن أنه أنا خلصت. بهيك الظروف نحن لو كان، كنت أتمنى أنه لقاء امبارح أو أول امبارح يلحقوا اليوم لقاء وبكرة لقاء وبعد بكرة لقاء، لأنه كلنا ناطرين. مش ناطرين يحمل سعد الحريري التنين، قال امبارح بكلامه هو عم بيقول انه راح يكون في اجوبة التنين. امبارح على ما يبدو بحسب الاجواء اللي تسربت حمل نفس التشكيلة اللي حملها قبل بشهر، واللي ما التشكيلة يعني ما بده شكل، يعني ما بده شكل، بده يحمل اجوبة. هلا يمكن سألوا الرئيس عون عن اسماء الوزراء الشيعة يلي هني ناقصين باللائحة، وقال له انا ما فيك يعني انت تجيب لي ورقة فيها اسماء مخباي اخرة النهار دستوريا. ما رح يمدي له الرئيس على ورقة بيضاء ويقول له طلع برا عبي الأسماء. بدك تجيب لي لائحة كاملة، هي واحد. اثنين، أعيد النظر بطريقة توزيع الحقائب، لأنه الطريقة اللي انت موزع فيها الحقائب طريقة مش عادلة ولا منصفي. يعني اخد انت على قولة البيضة وتقشيرتها، حاطط الصحة
والداخلية والعدل. والعدل بحضنك ما فيك. وإذا مراهنين نحن بالمرحلة الجاي إذا وعشرة آلاف علامة استفهام حول إذا، لأنه بهذا البلد ما فينا نراهن على شيء، أنه إذا بده يصير في محاسبة بدها تكون وزارة العدل بمحل يكون القائم على هذه الوزارة ما عنده موقف سلبي مسبق من موضوع التدقيق المال الجنائي واسترداد الأموال المنهوبة والبحث بحسابات اللي تولوا مناصب فئة أولى بالدولة. اثنين، إذا مراهنين على الداخلية أنه هيدي الوزارة الداخلية هي اللي بدها تشرف على الانتخابات النيابية، ما فيك تحطهم هودي بإيد فريق واحد. خيي بدك تضحي بوحدة وتعطي وحدة، وأنه بحط الصحة يلي هي هلأ هاجس اللبنانيين كلياتهم سوا، وعارفين نحن كورونا مكملة معنا بالحد الأدنى 6-7 أشهر، هيدي حد أدنى. فكله هذا مش طرح منطقي، والكمان مش منطقي التكييف. يلا يلا هلا رفع التكييف ضروري مش جدا، مش منطقي التكييف بالاستوديو. بس اكيد يلا هلا بنظبط مساله التكييف. بس قصه الصحه انه هن يعني مهتمين من حصه سعد الحريري، لانه هن مهتمين جدا بموضوع كورونا. كان في واحد صدق انه هو وزير، لانه مثل ما بيقولوا انه جاي عليها فريش دولار هيدي الوزاره، وبالتالي وزاره والوزير مدهنة. وفي حدا يعني باللائحه عم يتصرف كوزير، بيطلع لنا كل يوم ملخص يومي الصبح. بتحكي عن فراس ابيض؟ يعني عم يتصرف كوزير. بكير بكير شوي، بكير بكير بدها شويه هدوء وتروي، ما نستعجل. وصرنا حافظينا من برا هلا هلا، ومن جوا يعلم الله. نعرف نحن ملفات مستشفى رفيق الحريري كلياتها سوا. المهم انا اللي يعني اسم فراس ابيض مرفوض، معروف انه هو طار حر سعد الحريري. ما في يتصرف هو كوزير صحه من هلا، ما بيقدر. بغض النظر عن اي شيء، هي انا دائما يعني، او انه والله في يتصرف مثل ما تصرف غيره، انه خلينا نشوف للاخر. المهم ما بدي فوت بهذا التفصيل، لاقول انه نحن اليوم ما حدا يعتقد انه كلام السيد نصر الله مبارح ردنا لورا كتير، وحدا يراهن انه صار فيني اتسلح ولا موقف السيد نصر الله وارفع السقف، لانه السيد نصر الله بالاولويات حط الاولوية الاقتصادية والمعيشية المرتبطة بالناس بمقدمة الحديث، وقال بشكل واضح انه نحن الناس ما فينا نضب على طول، وما فينا نقول على طول والله روقوا وهدوا وما بيأثر وبدنا نطول بالنا. هاي واحد. اثنين، شفنا سيد نصر الله كمان بخطابه عمل رسالتين كتير مهمين، واحدة منهم للأجهزة الأمنية وقال لهم انه ما فيكم تقعدوا تتفرجوا على الناس مزروبة بالسيارات. والنقطة الأهم اللي إلها علاقة بموضوع رياض سلامي، كلهم واصلين له. بس خليني خلص معك بالشق الحكومة، لأنه في ملف مرتبط برياض سلامي وسعر صرف الدولار، وهلأ عم ينحكى عن منصة وما منصة وكل هيدي الأجواء. في كمان عنا تحركات الشارع وكلام سيد نصر الله اللي البعض فهمه أنه هو تهديد لهذا الشارع، خاصة لما قال للبحث صلة إذا القوى الأمنية ما فتحت الطرقات. واصلين لهم. بس إذا بدك أرجع معك لموضوع الحكومة، صار في وساطات، يعني كلام السيد نصر الله سمعه سعد الحريري من الإعلام ولا بلغ فيه بشكل مباشر؟ عم ينحكى مع سعد الحريري لتعديل هيدا التشكيلة، بركي التنين بيكون عنا أمل جديد. طبعا ما حدا مراهن أنه التنين تطلع على الحكومة، صح. بس بالقليلة يكون في شيء يبنى عليه للقاءات لاحقة. هلأ ما بعتقد أنه في صار لقاء مباشر بين حزب الله والرئيس الحريري، يعني ما في شيء بالكواليس حكى عن لقاء. هلا اكيد في تبادل رسائل اللي هو ابراهيم بيلعب دور رئيسي فيها، اكيد بمكان ما الرئيس بري بيقدر يعبر عن جزء اساسي من موقف حزب الله، واكيد بتبادل الرسائل اللي حاصله مع الرئيس الحريري مش عم يتبلغ انه نحن خلفك ووراك واللي انت شايفه هو الصح. بعتقد السيد نصر الله امبارح عمل ضغط على طرفي التأليف وقال لهم انه نحن بدنا حكومة، وانه نحن ملتزمين بالمبادرة الفرنسية، وهذا بينسف في نظرية التسلح انه والله ما السيد نصر الله طرح، لانه اليوم في جوع من طرح بالبلد انه ما السيد نصر الله نسف
فكرة حكومة الاختصاصيين وطرح حكومة تكنوسي. لا 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 سيد نصر الله، ما نسفه سيد نصر الله قبل ما يروح على الفكرة. وبالمناسبة بس ما هو يدرك انه ما رح توصل لنتيجة. هذا يعني الموقف مش كلنا بنعرف انه ما في حكومة اختصاصيين بهذا البلد. هلا لما بيطرح السيد نصر الله مش يعني هو يسعى لحكومة تكنو سياسية. أنا أميل إلى القول أنه السيد نصر الله أقله هلأ عم بيحاول يضغط باتجاه تسريع تشكيل حكومة، وعم يرفع السقف إلى حدود يقول فيه للأطراف المعنية أنه لبق تشتروا وقت، لأنه هذا شراء الوقت مكلف، وإذا بدكم تكملوا هيك في نحن خيارات تانية نبحثها. بعتقد انه السيد نصر الله مثله مثل كل اللبنانيين مراهن انه مش التنين يصير في حكومه، انه التنين يكون في خطوه باتجاه استكمال البحث الحاصل هلا، لانه نحن اذا هلا بدنا نلغي فكره حكومه اختصاصيين ونحكي بحكومه تكنو سياسيه اللي هلا اخذت معنا حكومه الاختصاصيين 5 اشهر، بنشطبهم وبنقعد بخمس اشهر ثانيين، من هون لخمس اشهر ثانيين ما بيكون في بلد. هلا اذا بيقدروا يعملوها سريع يثبتوا سعر صرف الدولار على 7000 يمكن وصلت عندية الناس قناعة، ويصير في سقف لهذا الموضوع ويشتروا لهم شوية وقت، يمكن الناس بترحمهم. بس انك انت تفكر تمارس المزيد من التأخير وانه الدولار فلتان والناس عم تتفرج عليك، لا ما بعتقد انه الناس بعد قادرة تتفرج. انه الناس بدها حلول. امبارح كان لافت بكلام السيد انه هيدي مش اول اطلاله بيحكي فيها عن الملف الحكومي. قبل بمره كان يوصف كلامه انه لقيت العصا الحكوميه من منتصفها، لا بده يزعل سعد الحريري ولا بده يزعل رئيس الجمهوريه. امبارح كان لافت بكلامه انه هو وكانه اخذ طرف الى جانب رئاسه الجمهوريه. ليش؟ هل لانه شعر انه سعد الحريري ما بده حكومة؟ في اقتناع لدى أفرقاء كسر بالبلد، وبعتقد مش بعتقد حزب الله أول واحد منهم، أنه سعد الحريري لا يريد تشكيل حكومة الآن. ليش؟ بس كلام السعودية، كلام نائب الأمين العام للحزب نعيم قاسم، صحيح الشيخ نعيم قاسم، كان واضح انه الرئيس الحريري ينتظر ضوء أخضر سعودي. وأنا بعرف أنه الرئيس الحريري قال لكثير من الأشخاص أنه موعود بزيارة إلى السعودية، وبعرف أنه السعوديين غاضبين، وأنه سعد الحريري معتبر أنه يعني بكون عم بستفز مرة جديدة ولي العهد السعودي. أول مرة حررت من الخطف بطريقة أحرجت محمد بن سلمان، ومن ثم عدت إلى بيروت وتراجعت عن الاستقالة، من ثم قابلت بأن أكون رئيسا للحكومة مكلف دون أخذ الأوكي من السعودية. وبيعرف نعرف كلنا سواء أنه سعد الحريري مطلوب منه أن يشكل حكومة فيها خصومة مطلقة مع حزب الله. وأنا طبعا هون بدي أكون منصف وأقول أنه الرئيس الحريري يمارس نوع كبير من العقلانية حينما يرفض أو حينما يزم لمن يحدثه بالأمر أنه أنا ما فيني أعمل حكومة مواجهة مع حزب الله، لأنه هذه المواجهة ماني قادر خوضها. وبالتالي الرجل راهن على الفرنسيين، واضح أنه وصلوا إلى طريق مسدود، ومن ثم راهن على الروس، قبل راهن على الإماراتيين بالزيارة ما قبل الأخيرة إلى الإمارات، ووصل إلى طريق مسدود، ومن ثم راهن على الطرف الروسي، ويبدو أيضا أنه وصل إلى طريق مسدود. ومش شيء عابر بالنسبة للرئيس الحريري أنه ما يزوره السفير السعودي يلي هو موجود في بيروت، ويجول على شخصيات سياسية، مش مسكرين على حالهم السعوديين بالبلد أو السفير خارج البلد لحتى ما حدا يحاول يترجمها بطريقة مختلفة. لا، السفير السعودي عم يعمل حراك سياسي، عم يستثني منه الرئيس الحريري. هلأ في حدا مصر أيضا، المصريين دخلوا على خط الوساطة، واضح وللأسف مسكرة. بس بذات الوقت أنا كلبناني بغض النظر عن موقفي الشخصي من سياسات الرئيس الحريري، وعن اقتناعي أنه هذه الحكومة منا حكومة الحل، بس كمان ما بيقدر الرئيس الحريري يضل راهن مصير 5 ملايين لبناني عم يدعوسوا كل يوم بانتظار موقف
من ولي العهد، وبلكي ما اجى هذا الموقف بعد شهر 2 3 4. طيب اذا انت شايف حالك مش قادر يا خي، روح اطرح اسم على طريقة مصطفى أديب، بس مش ترجع تطيره يعني، طرحه ومشي. طب ما هي السؤال انه اليوم سعد الحريري اذا هو عارف كتير منيح انه ما في شك الحكومة من دون ضوء اخضر سعودي، ليش طرح حاله منقذ وليش رجع رشح نفسه مرشح طبيعي لرئاسة الحكومة؟ قد يكون راهن، وليش الثنائي الشيعي راهن على سعد الحريري بهيدي المرحلة وهو عارف كل هذه الاعتبارات؟ خلينا نكون منطقيين، راحوا باتجاه تجربة حكومة الرئيس حسان دياب وشفنا انه ما بتمشي. وخلينا نعترف للرئيس الحريري انه بيقدر يطلع على مصر ويشوف الرئيس السيسي، وبيقدر يروح على الامارات ويلتقي بمحمد بن زايد، وبيقدر يروح على تركيا ويشوف الرئيس اردوغان، وبيطلع على فرنسا وبيلتقي بالرئيس الفرنسي. تجربة حكومة الرئيس حسان دياب بتوصل لقناعة انه يستحيل. يعني شوفي بجدول مواعيد الرئيس حسان دياب كله يتسوى، ما خلوه للرجل يطلع سفرة إلى الخارج، ما خلوه يحقق أي خرق دبلوماسي حتى عربي. حتى لما كانت تزوروا السفيرة الأمريكية، كانت تزوروا لي مطالب إلى علاقة مرة برياض سلامي ومرة بمدري مين، وكانت تختلف هي وياه وتتسجل هو وياه، ونرجع تاني نهار نعرف إنه في اشتباك كلامي حصل. طيب فأولا منطق الأمور يقول أن الرئيس حسان دياب، الرئيس سعد الحريري عنده قدرة على حركة سياسية نحن بحاجتها بالبلد، لم تنتج حكومة. هلأ شو بقى يعني عنده قدرة؟ أنا رأيي، أنا رأيي أنه الرئيس الحريري بس ما أنا لو محله سأتلي بأمن هذا الغطاء الكبير. يعني في أوكي فرنسية، اوكي مصريه واماراتيه، اوكي مصريه واوكي اماراتيه واوكي قطريه واوكي روسيه، وعدم ممانعه امريكيه. شفنا يعني الخطاب الامريكي مش خطاب وضع قرار منع بتشكيل حكومه، انه شكله حكومه اختصاصيين. انا لو محله بمشي، لانه اذا ما راح امشي اول شيء يبدو انه لو بده يقبل ولي العهد قبل. إذا بيقدر، أنا برأيي بس إذا بيقدر يحكي مع الأمريكيين بعد عنده هاي الفرصة. وما بعتقد الأمريكيين هلأ بوارد يعني أنه يحكوا مشان سعد الحريري يشكل حكومة، لأنه إذا ما مشيت الأكيد أنه الأطراف الداخلية يا هي يا الشارع رح يفرض عليها. لأنه أنا مشهد الشارع شايفه قدامي، مشكلة بعض القوى السياسية بهذا البلد وقد يكون أغلبها انه مش مصدقه انه في غضب عندية الناس، ومعتقده انه هذا الغضب بس محصور بشويه مشاهد منشوفها بالشارع. لا، في غضب حقيقي داخل البيوت عند اصحاب المؤسسات والمحال والموظفين والشوفيريه والطبقه الفقيره والوسطى. طبقه غنيه بعتقد بالبلد صاروا قله قليله. هذا الغضب ما بنعرف أي ساعة بيفجر. إذا هذا الغضب فجر، ما في راهن الرئيس الحريري إنه رح توقف هيدي القوى السياسية تقول لهم طولوا بالكم ليحل مشكلته سعد الحريري. هو بده يحسم أمره، وأنا برأيي ما بقى نطول. يعني اجتماع التنين بيرسم مسار المرحلة الجاي، يا انه بيكون سعد الحريري فعلا بلش يلين موقفه، مش مطلوب منه تنازل، مطلوب منه منطق. قلنا ما فيك تحط العدل والداخلية والصحة بايدك، وبدك تكون عندك نوع من الليونة، وبدك تجيب اسماء كل اللي مقترحهم. اذا ما جيت بهودي الجوابين، فاذا انت بعدك ناطر إشارة من الخارج. هيدي الإشارة ما رح تجي، وبالتالي ستدفع القوى، وأنا أزم القوى الداخلية إلى اتخاذ خطوات مختلفة. بدي أسألك عن اتخاذ الخطوات المختلفة، شو رأيه شو يعني؟ بس قبل تكفي معك بذات السياق،
في بعض القراءات بتقول انه سعد الحريري مضطر ينطر هيدي الاشاره الخارجيه، مش لانه هو مرتبط سياسيا فقط بالمملكه العربيه السعوديه، لانه تيشكل حكومه تكون تعمل فعلا هذا الانقاذ هو بحاجه الى مساعدات. هيدي المساعدات ما رح تجي من دون الرضا السعودي، لا بتجي من الامارات ولا بتجي من قطر ولا بتجي من روسيا ولا بتجي من مصر ولا بتجي من اي منطقه ولا اي دوله ثانيه، مشان هيك عايز الرضا السعودي. كل اللي ذكرتيهم اذا الامريكان بدهم يسهلوا مساعدتنا بيساعدوا، واذا الامريكان ما بدهم يسهلوا ما حدا بيساعدنا. لا، مش انه مراهنين نحن نشكل حكومه للسعوديه تساعدنا، هاي واحد واضح نحن رايحين على صندوق النقد الدولي. يعني حتى هو امبارح بكلمته ببعبدا ما حكي عن حاجه الى دعم عربي، وما بعتقد تجربتنا بعد انفجار المرفأ يلي كل العالم تضامن معنا، وعمل الرئيس الفرنسي برعاية مباشرة مؤتمر لدعم لبنان وكانت النتيجة يمكن 249 مليون دولار، وكلنا بنعرف ما بدها فلسفة اقتصادية أو ناس مختصين بالاقتصاد إنه كورونا فرضت ظروف اقتصادية على كل دول العالم، وبالتالي إمكانية المساعدة مش بالسهولة اللي كنا سابقا. وأنا بميل إلى القول إنه يمكن الرئيس الحريري ينتظر انفراجة إيرانية أمريكية أو سورية خليجية، بلكن ساعتها الإيرانيين هن بيحكوا مع الأمريكيين وبيقولوا لهم ولو خلوا السعوديين يسهلوا. إيه ولو هالقد صار ناطر وساطة إيرانية يوم السين سين، مين سهل السعودية؟ تشكيل الحكومة مين حكي مع الملك عبد الله؟ الرئيس السوري بشار الأسد بعد 9 أشهر من ال... ايه بس كان في زيارة كلفت بوقتها كلفت ما هلا ليش بهو بوين؟ الوضع السوري هلا منو مستمر بالمسار اللي كان فيه سابقا، وسوريا ستعود الى جميع الدول العربية الى الساحة العربية. هلا هي بدها تشوف اذا لها مصلحة ولا ما لها مصلحة، بس اكيد انه الوضع السوري بدأ يختلف، والاكيد انه الوضع الايراني الامريكي ايضا بدأ يختلف. اما اقعد انا راهن انه بلكن على بكره محمد بن سلمان على رواق الصبح وعم يشرب فنجان قهوه بيقرر يسهل تشكيل حكومه، ما مش في شيء مش منطقي. يعني ساعة كل هيدي الوساطات من الحليف الاول لمحمد بن سلمان اليوم عربيا؟ مش الامارات؟ ما مانو؟ مش مصر باطار مواجهه مشروع الاخوان المسلمين؟ ما مانو؟ طيب والروسي ما مان؟ والفرنسي ما مان؟ بس اليوم الروسي والامريكي مش فاضيلنا. الروسي كيف ما بيقدر يمون اذا هو انحكر عن كتير معادلات كتيرة، انحكى انه عن تجميد الضربات الحوثية اللي عم بتصير على المملكة مقابل انفراجة بالمشهد السوري والمشهد اللبناني، انحكى عن يعني كتير سيناريوهات. ليش الروسي فشل بمهمته بوقت هو الموجود بالساحة السورية وهو اللي عم يلعب دور ايضا على الساحة اللبنانية وهو ايضا الموجود بالساحة اليمنية؟ ليه ما بده يمون؟ نحن بحاجة إلى تسوية كبرى. هلأ كلنا بنعرف أنه جزء من مشكلتنا داخلي بالطريقة اللي نحن أدرنا فيها ما سميت بالدولة، وكيف هدرنا أموال وكيف جبنا مصاري بلا حساب وكيف نتحولنا إلى اقتصاد ريعي وكيف كنا منصدر رز وعدس وحمص وإلى ملوخية صرنا منستورد كل شيء، وكيف أنه نحن فكرنا منقدر نكون بلد خدماتي أو بلد سياحي شوي. إجت تركيا والإمارات وقالوا لنا سقفكم يمكن 20-30 ألف سائح بالسنة، هودي كلياتنا سوا بنعرفهم وبدهن معالجة. هذا البلد بده تغيير منهجية مختلفة عن اللي عم نشوفه هلأ. هذا اللي عم نشوفه هلأ من 17 تشرين لليوم من سجلات واتهامات ومؤتمرات صحفية وطرح أفكار ومقاربات. يعني ضل حدا ما قال له لوزير الاقتصاد يا خي قصة هالسلة المدعومة شو بدك فيها؟ هيدي هدر للمال وللوقت وما رح توصل إلى أي نتيجة. ما ضل حدا أصر عليها. وين وصلتنا؟ بس صرفنا 500 مليون دولار يا خي بموضوع البنزين، بموضوع الكهرباء، بموضوع الدواء، بموضوع الخبز، بكل المواضيع، بالموضوع الزراعي، بكل. يعني لما احد بيطرح انه تعال نفكر نصنع دواء مصير نتمسخر عليه. لك يا خي ما هي سوريا تصنع دواء، 80% من الفاتورة الادوية للمواطن السوري صناعة
سورية وبعدها لهلأ بالرغم من 11 سنة حرب. لما منحكي عن القطاع الزراعي وعمقنا يلي هو سوريا بفكروا انه الرئيس الاسد ناطرنا نحن نصدر خضرة. خي مشاننا نحن لما منحكي عن خيارات بديلة اسمها العراق او ايران بموضوع الفيول وغيره بفكروا انه الايرانيين هلأ كل ايران ناطرة فاتورة النفط تبع لبنان وانه هلا النظام قايم على انه فارس سعيد يقبل نجيب نفط من ايران. يا حبيبي كرمالنا نحن، كرمال اولادنا، كرمال مستقبلنا. اسالي اي خبير اقتصادي، انا مش خبير اقتصادي، اذا على بكره بلشنا نشتري نفط بالليره اللبنانيه من ايران شو المردود الاقتصادي لهذا الموضوع؟ في الخبراء الاقتصاديين كمان بيقولوا اذا على بكره وقفنا تهريب الفيول لسوريا اللي عم بيصير انا اتمنى على سوريا اللي عم بيصير اليوم كمان شو مردود طيب. الاقتصادي انا اتمنى شغلي، انا ابن المنطقه فوق، تهريب حاصل عمره سنين من عمر لبناني. من عمر الحدود اللبنانيه السوريه وما بينتهي. هلا هديك المره كمان عندنا نحن مشكل، منركب تصريح لوزير الدفاع وبتطلع جريدة، لحتى بس هون دقيقة، بتطلع جريدة بتعنون تصريح لوزير دفاع منو قايله وبيطلعوا شخصيات بالبلد بتحط انه وزير الدفاع الايراني قال كذا وكذا وهو منو قايل هذا التصريح. ما فينا كمان حلقة اللي انا بدي احكيه حتى ما يفسر، خيي مش بس قلك انه التهريب قائم وما حدا بيردعه، يعني انا مع التهريب، بس يا خيي وقائع التاريخ والجغرافيا والمنطق بتقول هيك. فكر بحل لاولاد المنطقة الحدودية، اكان بعكار او اكان بالقصر وهذا المحيط او اكان بعرسال، بغض النظر انه التهريب من عرسال هلا شبه متوقف لظروف اللي علاقة بالمعركة السورية. بس خيي أنا من الناس الذين يقولون أن هناك تكاذب وأن هناك مؤامرة ركبت بين المصرف وبين من يقال أنهم يأخذون أموال لاستيراد بضائع مدعومة، وأن الحكي عن مئات ملايين الدولارات هذه فواتير وهمية. تجي أنت على المصرف بتقدمي فواتير، تخدي على أساسها مصاري، بتتقاسمي أنت والقيمين بالمصرف هودي المصريات، وبيطلع المصرف بيقول لك انا دعمت 1000 صندوق حليب بس اختفوا من السوق. في شيء مش منطقي. طيب نيدو ما في نيدو بس لحظه لا نيدو هون ما في لحظه، شوف منتجاتنا المدعومه برا بس يعني ما شفناها بسوريا بهيدي الكميات اللي ما شفنا البنزين عم يتهرب، ما شفنا السهاريج اللي كل يوم 70% لا انا صورة. هون حتى اكون منصف، الجيش اللبناني عمل جهد جبار بفتره من الفترات، كانت الحدود فالتي بس الجيش اللبناني عمل جهود جبارة. بس طيب ما شفنا مستودعات الأدوية اللي دهمتها وزارة الصحة ومخزن فيها آلاف علب الأدوية؟ شفناها أو ما شفناها؟ ما في جزء من المشهد. أنا عندي قاعدة معمول، ما في خيفية تهريب أكيد، بس أنا بكون عم بريح مثل المصارف ساعة اللي بيعتبر اللي جرى من 17 تشرين لليوم مؤامرة، بكون عم ريح اللي سرقوا مصريات الناس من المصارف، لانه لا المؤامرة السعودية ولا المؤامرة الإيرانية سرقت مصريات الناس من البنوك. وساعة اللي بقول تهريب وتهريب وتهريب وتهريب، ساعتها التاجر اللي عم بيخزن بضائع وكلنا بنعرف انه التجار مخزنين بضائع بكميات بالصوت طيب الصورة تقديرات الأجهزة الأمنية، وانا عم بحكي مش عن كلام عشوائي، المعنية انه في 50 مليون لتر محروقات مخزنة خزنينا ناطرين مراهنين. طيب دخلك بدي اسألك سؤال، كيف كان الأربعاء صباحا في أزمة بنزين والناس أرتال واقفة على بوابة المحطات، وبس طلعت التسعيرة وفيها غلاء 4200 فجأة بدل في أزمة؟ يعني الأزمة ليست أزمة عدم توفر مادة البنزين، الأزمة أزمة جشع تجار ما بيخافوا من حدا وما في حدا يردعهم وما في حدا يحط لهم حدود، بيخزنوا هيدي البضائع وبيقعدوا بينطروا. طيب الاسعار هلا، طيب شو بدي انا؟ التهريب حاصل خيي، التهريب حاصل، الاسعار اللي عليت، الاسعار اللي السوبر ماركت اللي سكرت
وسعرت على دولار 15500، وانا بعرف السوبر ماركت بس يوصل دولار 14 بسعره على ال 15، وبس يصير 15 بسعره على ال 16. طيب فيك تخبريني هلا اذا نزلنا عملنا مقارنه بين الاسعار اللي كانت عليها الاسبوع الماضي لما كان الدولار 15000 واسعار هلا اللي الدولار فيها 10000، امبارح تسعير الدجاج اللي بتصدر مساء من المصالح ما اختلفت عن اول امبارح؟ قلت له لاحدهم طيب ما امبارح الدولار كان 15 صحيح، بعدنا بنفس التسعيره والدولار هلا 10600. قال لي لا، ما نحن بنشتري من الصبح فسعرنا على سعر الصبح، لبكره لا تختلف الاسعار، وهي ما راح تختلف. ما هذا كمان هلا في وزاره الاقتصاد مطالبه انه يرجعوا يسعروا من جديد كل اللي الاسعار اللي ارتفعت على اساس الدولار 15000 يرجعوا اعاده التسعير. هلا تنشوف مين بده يرد وكيف بيقدروا يلزموا. أزم لك انه ما حدا رح يرد ولا حدا رح يسمع، احسن وسارحه والرب راعيها، وهذا البلد اشبه بعصفوريه. واضح في محطات بنزين سعرت البنزين 55000، في محطات بنزين سعرت ال 55000 وعادي، والأفران عم تبيع الكيس صارت شفناها ب 500 ليرة. والمؤسف أنه نحن لما جينا نقارب الأزمة الاقتصادية اللي عم نعيشها قاربناها من برا وما فتنا على العمق، ما بحثنا بفكرة كسر موضوع الوكالات الحصرية وأنه واحد يحتكر هذا الاستيراد لهذا الصنف ويسعره وفق مزاجه. ما بدنا نفتح السوق، ما بدنا نفتح السوق، ما بدنا. برجع بقول لك مشكلتنا اذا انكسرت اليوم فكره الوكالات الحصريه. كنت عم بسمع بعض خبراء الاقتصاد وقت انطرحت هيدي الفكره من كم شهر بعز هيدي الازمه، كانوا عم بيقولوا خبراء الاقتصاد حول هيدي النقطه تحديدا انه ليش مين بعد متحمس يجيب وكاله، فرضا ما في وكالات حصريه، ياخذ وكاله او يفوت على سوق مثل السوق اللبناني، الدولار فيه متارجح ومتقلب وكل يوم بسعر، يعني حتى اقتصاديا بهيدي المرحله لم تعد تنفع هيدي الفكره. بس ما هو اذا جيتي للاقتصاد ليش سعر الصرف اللي هو قائم هو سعر منطقي؟ لا طبعا لا، هلا بنحكي انه 15000 انه في دوله بالعالم بيرتفع دولار من ال 10000 لل 15000 خلال اسبوع، في دوله بالعالم بيكون عندك انت بيكون عندك اغفال عام وتعطيل لكل المؤسسات بالبلد وبيكون الدولار عم يطلع يعني. في دوله بيرتفع دولارها الساعه 10 بالليل 19%، ما في. طيب حدا بيعرف هيدي التطبيقات؟ طيب هلا عندي انا تطبيقين، بتطلع على احد التطبيقات سعر الدولار 11800، على التطبيق الثاني سعر الدولار 10200. طيب كيف مين عم بيسعر؟ ما حدا عم بيسعر. قلت لي بالسياسة قبل شوي أنه إذا سعد الحريري لم يتحرك هذا سيدفع القوى السياسية إلى اتخاذ خطوات. عن أي نوع خطوات؟ عم نحكي بإعادة تعويم حكومة حسان الدياب، تفعيل حكومة تصريف الأعمال، علما أنه أنا ما كتير براهن أنه هذه الحكومة للأسف يقبل الرئيس بري الحكومة للأسف اللي سقطت نحن العوام. نحن شو؟ بس خليني رح جاوبك. تفضل. أولا يمكن كان من الخطأ إسقاط حكومة حسان دياب، بس ايضا نحن اللي راهنا بالبدايه ويمكن قلنا انه تجربه جديده ولعل وعسى حكومه اختصاصيه، اخر شيء كلياتنا سوا اكتشفنا انه للاسف رحنا على المزيد من التهاوي وانه ما حدا بيرد ولا حدا بيسمع ولا حدا بيفكر. حكى كثير مع هذه الحكومه من اصدقاء ومن مقربين ومن ناس انه يا عمي اعملوا القانون الفلاني اليوم وبكرة والأسبوع الجاي. نحن لو أقرينا القوانين اللي إلها علاقة بالكابيتال كنترول وغيره بالأسبوع الأول والأسبوع الثاني من عمر هذه الحكومة، بس ما خص الحكومة، كنا هي خص مجلس النواب، كنا وصلنا لهون طبعا. لو نحن أخذنا إجراءات إلها علاقة داخل حكومة بموضوع حاكم مصرف لبنان وهذا الشراكة بينه وبين الدولة العميقة يلي اسمها رؤوس المال والأعمال، كنا وصلنا لهون. مين منع اتخاذ قرار بشأن رياض سلامة ومين حمى رياض سلامة من داخل الحكومة وخارجها؟ مش الرئيس نبيه بري؟ مش لوحده طبعا، مش لوحده، بس بقي كفريق أساسي داخل لحظة هذه لحظة الحكومة. لحظة. الرئيس بري كان شريكا بحمة رياض سلامة والجماعة مش ما قالوها بالكواليس، وأنا مش مع هذه الخطوة وأنا ضد أن تمدد. كل مين مدد لرياض سلامة أول شيء؟
مين مددهم؟ كل الوزراء مجتمعا كلهم، وحزب الله جزء منهم، وانا ضد يعني، مش هلا انا يعني بما معناه مش انه يعني انا هلا اذا ضد من 30 4 سنين. مين مدد له؟ هلا خلينا نحكي جزء من التسويه، ما هو هذا البلد وصلنا لهون، منطقه التسويات عملنا تسويه، بس لحظه، اقتضت التسويه ببند من بنود التمديد لرياض سلامه، ما بدها اثنين يحكوا فيها. رئيس الجمهوريه اعترف، واحد كان معترض وحيدا على هذا، عدا ومدد ورجع لانه مش عدا ومدد. لو بقي معترض وحتى يعني انا اكون منصف، حتى اكون منصف انا، بموضوع إقالة رياض سلامة اللي بقي أخيرا بموضوع إقالته هو حسان دياب، بقي آخر شيء تيار الوطن الحر، حزب الله والرئيس حسان دياب. غادر التيار الوطن الحر هذا الموقف، وسمعنا أحد نواب التيار عم بيقول نتيجة ضغوط مارسوها الأمريكيين، قال السفيرة الأمريكية ضغطت على الرئيس عون لعدم إقالة رياض سلامة. بس هيدي تاخدت بغير سياقة، هو كان عم يحكي الوزير المهم عطل لأ زمن الطاني، عم يحكي تيار الوطن الحر كامل متكامل. غادر هذا المربع، من ثم غادر حزب الله لأنه بيصير رياض سلامة أساسا إذا طالبوا. هلأ رياض سلامة بالنسبة لجزء كبير اليوم من الناس، لمجرد أنه السيد نصر الله مبارح قال له شو شغلتك، صار رياض سلامة هلأ عنوان سيادة كبير بالبلد، وبقي الرئيس حسان دياب. أنا لو محل الرئيس حسان دياب بعرف في حدا شريك بالمؤامرة علي، وشريك في محاولة إسقاطي، وشريك في إظهاري بموقف الضعيف، وشريك في تعطيل قراراتي، كنت بحط استقالتي. لو استقال على خلفية موضوع إقالة رياض سلامة، عمل بطل ولا ما عمل بطل؟ هو قال بإحدى التصريحات إنه ندمان على هذا الموضوع، كان عمل بطل وكنا كلياتنا سوا سجلنا اسمه بالتاريخ. بس اليوم نسيت تصريح كتير مهم، من على منبر قصر بعبدة طلع الرئيس بري بعز الحديث والسجال حول إقالة رياض سلامة، والله نحن حاولين نعرفه، لا قال نحن بحاجة لكل الناس بهالمرحلة. وامبارح السيد نصر الله بشكل واضح قال انه هناك من نثق به، وعم بيقول للرئيس بري. برجع بقول لك شغله، مش اذا حزب الله مش الرئيس بري، مش اذا حزب الله والرئيس بري وسليمان فرنجيه والتيار الوطني الحر معجبين برياض سلامه لازم انا وانت نكون معجبين فيه. ما لو كل نظريات صح وكل الطريقه اللي اديرت فيها الدوله، مين دارها للدوله؟ مش انا وانت، هن داروها. لو اندارت بطريقه صح ما وصلنا لهون. هذا منو قابل للبحث ولا للنقاش. واحدة من الخطايا الكبرى التي ارتكبها الفريق الذي يحظى برئاسة الجمهورية وبالرئاسة مجلس النواب وأكثرية نيابية وبحكومة، أنه حافظ على رياض سلامة، أنه حافظ على رياض سلامة. ومبارح أنه كيف تقبلوا أنتو انه بس لحظه اللي بتتفاهموا مع رياض سلامة ينزلكم الدولار 4000؟ طيب ليش ما سالتوه؟ ليش طيروا للدولار 5000 خلال اسبوع او اقل من اسبوع؟ سالوا ليه؟ ام هلا خلص عملنا نحن وياه تفاهم، رد الدولار لل 10000 بنسكت عنه؟ ما في شيء مش ليش منطقي. ليش اليوم حدا طارح من جديد اقاله رياض سلامه؟ بعد كلام السيد نصر الله امبارح، كلام السيد نصر الله واضح، ايه انه اذا ما عملت شغلك الله معك. هلا اليوم انا مراهن هلا انه يفترض يكونوا درسينا صح الخطوة اللي نحكى عنها، إن شاء الله يكونوا درسينا صح. خي إذا رديت الدولار إلى حدود السقف المعقول والمنطقي، ما بقى حدا منا مراهن لا على دولار 1005 ولا على دولار 3000 ولا حتى على 5000. ستة صارت مقبولة بعقول الناس مع ضرورة تعديل طبعا رواتب وأجور وغلاء معيشة. إذا رديت لهذا المربع يعني منصير كلياتنا سوا مراهنين انه لعل وعسى. بس للأسف اذا بتسمع اللي عم ينطرح يقال انه هي عملية استبدال التاجر الصراف بالتاجر المصرف، لا وانه هذا المنصة راح يصير اللي بيقدر يفوت عليها ويشتري ويبيع فيها لانه بده يسجل عملية الشراء والبيع، رح يشتري فيها بسعر محدد. اما السوق الفالتة السوداء الموازية يلي رح تضلها قائمة لانه ما في حدا بهذا البلد يقدر يضبط، ما نحن الدول اللي بتضبط وبيكون المواطن فيها بخاف من الدولة بنعتبرها دول ديكتاتورية، انه لازم ما نخاف اذا بعت ورانا امن الدولة او الامن العام او الجيش او كذا. عم يقولوا انه عبكرة
هذا دولارها رح يصير 20,000. يعني أنا إذا تاجر وبدي فوت اشتري عبر المنصة فوت بشتري، بس إذا أنا بحاجة إلى دولار وما فيني اشتري عبر المنصة رح يكون في سوق سوداء موازية، دولارها هاني رح يكون فالت. وهلأ في حكي أنه المصارف عم تسأل الدولار اللي نحن مطلوب منا نعطيه للمواطن منين بدنا نجيبه، وبدك تشوفي مين بيقدر يلزم هذه المصارف 3% من رساميلها تجيبها من برا. يعني ضيعنا جزء كبير من النقاش. لا منه جزء، لا ضيعنا. بس بدي اقول لك شغله، بس لحظه، نحن للاسف رسمنا دائره، كل نقاشاتنا عم تكون محصوره فيها. نحن يفترض ان نخرج من دائره التفكير بحلول ظرفيه ما رح تصمد وتستمر، بدها حكومة الى حلول، مش بس حكومه، بدها تفكير بصيغه عقد اجتماعي جديد. بس اليوم عم بتهاجم حد، يعني منك مقتنع كثير بفكره المنصه على اساس انه ما في منصه قبل منها دولارها 3900. بس اليوم التجار، اذا انا كتاجر، هي المنصه معموله للي بيستوردوا اللي بحاجه للدولار. اذا انا كتاجر عم يتامن لي دولاراتي عبر منصه اللي بدها تستحدث داخل المصارف او ما بعرف شو الاليه تبعها، ليش بعد بدي اروح على السوق السوداء مثل ما حضرتك عم تقول؟ طيب إذا أمواله متوفرة، طيب إذا رياض سلامة أمن هذه الأموال كما وعد على أساس ما بعرف إذا بتجي من 3% طيب المصارف ولا لا. رياض سلامة قالوا للمصارف هيدي روحوا حسنوا رساميلكم، جيبوا مصرياتكم من برا، صح؟ ما ألزمهم بالتعميم يجيبوا مصرياتهم. قالوا جيبوا، لا قالوا بشكل واضح جيبوا منين راحوا جيبوا مصرياتهم؟ من السوق المحلي، وفلتوا الصرافين بالسوق وبلش هلا بينفوا. هن بينفوا بيقولوا انه الاموال اللي بحاجه لها، هاي بخبروها لشي واحد عايش بكندا، بس ما هن بيقولوا الاموال اللي بحاجه لها اكبر بكثير من الموجوده بالسوق المحلي. ومصادر مصرف لبنان بتقول انه في 10 مليار دولار بالبيوت، وانا وانت بنعرف انه في كثير من الناس فعلا مخزني عشرات الاسئله اللي بتجيني من مواطنين عاديين، اذا في حكومه ولا في حكومه حتى ما نكون نحن كمان ملائكيين. اول شيء ما قدر الزامهم، راحوا جابوا مصرياتهم من السوق المحلي. اثنين، طب احيانا انا بيكون في ازمه محروقات، بسال المعنيين داخل القطاع، طب يا عمي انتم ما في، بلا في، بس المصرف لبناني مأخرنا، ما في دولارات. طب كيف هلا بدك تخلق دولارات للمصارف؟ كيف بدك تعطيهم دولارات للمصارف؟ لانه تخفض الدعم، بركي لانه تخفض على، عم نحكي بشيء عم تكهنات، بس انه برجع بقول لك شغله، تخفض الدعم بركي هيدي الاموال اللي بتستخدم هون. عمل منصه دولار 3900 ما حدا قريها ولا حدا تعاطى فيها، لك في حدا بيعطي لصرافين مصاري بقول له اعطيها للخدم وبيصدق انه هودي الصرافين رح يرجوا يعطوا لمواطن 200 دولار أجرة الخادمة عنده على 700,000 680,000 اللي هو بالوقت نفسه قدر يبيع $100 ب800,000؟ عن جد؟ أنا ما بنسى مشهد حسابات مصرف لبنان، ما بنسى مشهد حسابات مصرف لبنان المقدمة على ورقة بخط اليد. دغري كانوا عم بيعدوا الذهب، قالوا فتحوا الخزائن، ايه ما عدنا عرفنا قد ايه طلعوا. شو صار معنا؟ حدا عاد عرف شيء؟ حدا سمع شيء عن الخبرية؟ دخلك حدا قدر عطاك جواب حاسم إذا ذهباتنا اللي بأمريكا بعدهم ولا بعناهم؟ نضحك على حالة. كيف بعدهم أو بعناهم؟ أكيد بعدهم. كيف؟ ليش فينا نتصرف بالدولار؟ ما حدا عنده جواب حاسم. إذا شو بدي بأمريكا؟ في ذهب جزء منه محطوط أحوه بمصرف لبنان، وقال فتحوا الخزائن وعم بيعدوهن، العد بده ساعتين. نتمنى أنتوا كمحطة تلفزيونية روحوا اسألوا لوزير المالية ولحاكم المصرف شو صار معكم بعد الذهب؟ شو طلعت النتيجة؟ كنا عم نحكي عن تفعيل حكومة حسان دياب، وسألتك قلت لي رح تجاوبني، وبعد ما جاوبتني هل يقبل الرئيس دري بتفعيل حكومة هو أسقطه؟ ما في عنا خيار تاني. بس انا السؤال، هي الحكومة لما كانت قائمة ما كانت عم تشتغل، هلا بدها تشتغل؟ بس مندلنا هيك، بس مندلنا هيك، يعني اذا ما في رئيس. بس انا عندي سؤال، ولا في حدا عم يشتغل ولا في شيء، بضل حكومة تصريف الاعمال قاعدة على جنب ورامية كرة المسؤولية انه انا يابا حكومة تصريف اعمال ما في اشتغل.
هلا هذا الشيء مش منطقي اساسا، ما عم نقوله، وهذا الشيء مش واقعي، لا سيما ببلد عم مش عم ينهار، انهار خلص اكيد اكيد. بس السؤال، الرئيس حسان دياب بعد الموقف اللي اخذوه رؤساء الحكومات السابقين معه يوم استدعي الى التحقيق، بعده يعني بيقدر يخالف العرف الطائفي العظيم؟ انه هي كلها اعراف طائفيه بالبلد، راكبه عرف للسنه وعرف للشيعة وعرف للمسيحيين، ويعتبر انه اذا في حال فعل حكومه تصريف الاعمال هي خيانه للطائفه سؤال بيقدر؟ انا برايي لا، ما بيقبل يعني حسان، ما بيقبل برايي اساسا، كتار حكومة اساسا ما حاول، بقول لك بشكل واضح ما حاول طبعا، بعد اكثر من مره دعا يعمل جلسه مقيد، بس صارت قصه المرفأ، زياره الرئيس الحريري له، اتصال الرئيس السنيوره وبيان الرئيس اسلام وحكي الرئيس مئاتي، يعني ما عندنا امل بين هلالين امل الا بقصه خطوات دستوريه تنشوف هذا التكليف شو مصيره وإمكانية تكليف شخصية تانية. بس هون هيدي فيها عدة إشكاليات. أولا ما في ولا أي اجتهاد دستوري بهذا الإطار، صح؟ أنا برأيي عندنا أمل هلأ قبل ما نفكر يغير مقاربته سعد الحريري، يكون في مقاربة مختلفة يتثبت فيها مجموعة قواعد مطلوبة من كل الأطراف. وأنا هون بعد مش مرة، عشرات المرات هاجمت النائب وليد زنبلاط من عندكم من هون، بس أنا اليوم تصني على كلامه بالتسوية، يعني عم بيقول تسوية يا جماعة، لأنه تسوية أمر مطلوب آخر النهار، بس العناد هذا لوين بده يوصل؟ بس هذا العناد لوين بده يوصلني؟ رجع قال بلشنا بحكومة من 18 إرضاء لإله تيكون معه حصرية التمثيل الدرزي، رجع بعد أشهر، ومن بعد أشهر من الخلاف حول 18 ولا 20 بيطلع وليد جنبلاط وبيقول أنا مني متمسك بحكومة من 18، تمام يعني جيد، رجع بآخر لقاء مع سعد الحريري قال لا خليها تكون حكومة 18، رجع امبارح مساءً، رجع مسيئا حكي عن تسوية. وأنا أعتقد أن خطاب النائب، بس إن شاء الله ما يكون مرتبط بموضوع حل قصة الإسمنت، هذا أنا اللي بيهمني، يعني لأنه سابقا طلعت شبعة مش لبنانية من وراء الحكي عن استيراد إسمنت، إن شاء الله ما يكون الحكي عن ضرورة التسوية وهذا التهدئة الكبيرة بالموقف مرتبط بالتسوية اللي حكي عنا أنه وصلنا لها بموضوع الإسمنت. فإيه لابد من تسوية، ولابد من اقتناع كل الأطراف بنفس الطريقة التي اقتنع فيها حزب الله، وبنفس الطريقة اللي مقتنع فيها كتير من القوى السياسية، إنه الوقت مش وقت معارك جانبية. أنا عندي اقتناع، بس عفوا شو المعارك كلها لا معلش، أنا رح جاوبك، أنا رح جاوبك التيار الوطني الحر يعتبر أنه يخوض معركة التمثيل المسيحي والشراكة الحقيقية اللي دفع حقها 15 سنة. أنا رح جاوبك على نقطتين، ما معركة جانبية، أنا رح جاوبك على نقطتين. واحد، أن يقتنع الرئيس الحريري أنه مش وقت تصفية الحسابات مع جبران باسيل، وأنه ثبت أنه أنا صرت عنيد وما بتنازل. اثنين، بموضوع استعادة حقوق المسيحيين، أنا برأيي هلأ منو عنوان، هذا رأي شخصي إلي، قد أكون مخطئ أنا والانتخابات بكرة تكذبني، أنا برأيي أنه هذا العنوان منو جذاب لحدا، يعني الناس مش مقتنعة فيه، الناس عم تفكر بجامعة أولادها، عم تفكر ما بيسوى يمشوا سوا، ما بيمشي يعني الحال، ما بيسوى يكون يعني في شراكة يعني برأيك انت بهذه الحكومة، وكمان يكون على خطة ونعمل انقاذ، ما بيسوى يعني بده تكون صارت يا على حساب ميشيل عون تنعمل انقاذ، لا 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 مرسومة صارت واضحة ويفترض الكل يقتنع فيها، وبمقدمته الرئيس الحريري، ضل ضامن ما فيه، لأنه هذا لا يحظى لا بدعم داخلي ولا بدعم خارجي. تسميله للرئيس عون وزراءه ما فيك، تختار الوزارات وفق ما أنت شو مصلحتك ما فيك، هودي القواعد إذا بيتثبتوا ممتاز. وأنا وصلت إلى محل إذا كانت التضحية عندي الشيعة
تقتضي بأنه التنازل خلوها يعتبروها لمرة أخيرة. خيي وزارة المال عن وزارة المال يضحوا فيها، أنا ما يعنيني هي الناس. ليش طرح وزارة ما بيعنيني المال؟ اليوم أنه والله وزارة المال تكون معي أو ما تكون معي، أنا ما يعنيني اللي بتفوت على الصيدلية بتقول له اعطيني مجمع حليب، هيدي 10,000 من حقه، اعطيني من قيمته 10,000 وعبكرة بكمل لك حقه وباخده، هذا اللي بيعنيني أنا. ليش طرح وزارة المال اللي انحكى عنه بالساعات الماضية وأنه يتخلى عنه الثنائي الشيعي مقابل أنه يتمثل بوزارة الداخلية عبر اللواء عباس إبراهيم؟ هو مش طرح صح. لا موضوع الشق اللي له علاقة بوزارة الداخلية واللواء عباس إبراهيم منه صحيح. ايه وشو صحيح؟ هلا أنا برأيي برأيي إذا آخر شيء بدها تسكر تسكر تسكر، قد يكون هناك بحث وعملوها الشيعة قبل مرة يوم وزر فيصل كرامي وعملوا لأول مرة يمكن اختلال بالتوازن المذهبي يلي هو هلأ. أنا ما بعرف يعني إذا يعني أنا إذا أسامة سعد بفوت على الحكومة بيمثلني خير تمثيل، ومين ما يفوت على الحكومة يمكن في وزير درزي يمثلني مش بالضرورة يعني إنه والله طائفتي ما بيمثلها إلا الأولاد الطائفي. في عصر أفكار، الحكي اللي تركب اليوم بالإعلام إنه يبدو إنه السيد نصر الله نسف، لا 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 لا، في خطوات، في اتصالات، في تحركات، في تنسيق، في مبادرات كلياتها سوا مطروحة، وفي مواكبة فرنسية بعد ما ظهرت في الإعلام بس ولكن هي موجودة، أو بالأحرى مش مواكبة، في ضغط فرنسي. وامبارح الفرنسيين سحبوا بطاقة العقوبات صحيح، لعل وعسى اللي مخبي مصرياته برا بخاف، لأنه خرت النهار برجع بقول ما بدنا حكومة لأنه والله جاي على مزاجنا هلأ الحكومة، بدنا حكومة لتحط بس خط الانهيار نرسمه ونبلش نفكر. وأنا أكيد أنه هذه الحكومة سيكون النقاش ببيان الوزاري معقد وصعب، لأنه جايين نحن من مدارس في الاقتصاد مختلفة، ناس رايحين على صندوق النقد الدولي انبطاح وبأمركم، وناس ما رح يقبلوا أنه والله شو بيقل صندوق النقد الدولي أنا بدي التزم ونفذ، وانه التي في اي بيقول لي 15% تكون 15%، وانه فاتوره الكهرباء تطير. ما في هيدي الحكومه ستواجه الكثير والكثير والكثير من العقبات، ويمكن تواجه بثوره. بس اليوم يعني برايك عمر هيدي الحكومه ما بيكون طويل، مشان هيك داعي السيد نصر الله لحكومه تكنو سياسيه في وجهه نظر من الاحزاب، في وجهه نظر بالبلد انه خي في وجهه نظر أنه منفوت نحن القوى السياسية الرئيسية بالبلد رئيسية إلى حين حصول انتخابات طبعا، لأنه يمكن بطلوا رئيسية صير في شيء جديد. مراهن كتير على الشيء. لا 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 من لا بالعكس بالعكس. أنا شو هو الشيء جديد يعني؟ ممكن ما بعرف هلأ يمكن الناس تفاجئنا شي مرة هيك بالعمر وتقرر تغير، بس مش تغير يعني أنه يفكروا التيار الوطني الحر بيضعف بيجوا القوات بيجتاحوا، لا إذا هيدا التغيير بلاه. وأنا مبسوط انه القوات بلشوا يكتشفوا انه هذا الاعتقاد انه نحن بنقدر نركب الثورة صار اعتقاد عم يتواجه في كل مرة، يعني شفناها بحلقتين متتاليتين امبارح والاسبوع اللي قبل منه الخميس اللي قبل منه، انه اللي بيحكوا باسم الثورة بغض النظر اللي بيحكوا باسم الثورة هن الناس اللي بالساحات، ما حدا بيحكي باسمها عم بيقولون للقوات خيي ما حدا طالب منكم تجوا على الخندق اللي نحن فيه. المهم فهيدي القوى الرئيسية بالبلد تفوت على الحكومة لحتى إذا بدها تعترض تخلي اعتراضها داخل الحكومة، وإذا بدها تفتح نقاش يكون النقاش داخل الحكومة. يعني عبكرة إذا حزب الله خارج الحكومة هيدي هني عم بيقولوا، أنا ماني مقتنع إنه هيدي الحكومة هي خلاص، إنه يا خي إذا نحن كنا خارج الحكومة وطرحت هذه الحكومة بنود إلى علاقة بصندوق النقد الدولي ونحن بنرفضها يمكن نضطر ننزل نتظاهر
بالشارع. أما إذا كنا داخل الحكومة مش منطقي إنه ننزل نتظاهر ضد حكومة نحن جزء منها، وبالتالي لا نتناقش داخل مجلس الوزراء. بس عفوا هي بالدولة الفاضلة، لأنه ياما تكون أطراف سياسية مشاركة داخل هذه الحكومة وننزل شارع على الأرض اعتراضا على النقاشات اللي عم بتصير بالسياسة. نرجع نتذكر يعني حادثة أبو شمون للحزب التقدم الاشتراكي ما كان داخل هذه الحكومة. هلا بهذا البلد، هذا بلد العجائب، هذا بلد العجائب، منطق الأمور يقول إنه ما بيتظاهر حدا ضد حكومة هو فيها، وما في واحد يشارك له بأربع خمس حكومات بعشرين ثلاثين وزير وآخر شيء يطلع هو الثورة، واطلع أنا لأنه عندي موقف بسوريا وموقف بفلسطين اطلع أنا السلطة. ما في واحد يكون عامل نائب رئيس مجلس وزراء ويجي يناقشني على قاعدة إنه هو المعارضة الفاضلة العظيمة. بهذا البلد ما في قواعد. مين بيمشي بحكومة تكنو سياسية اليوم؟ لا الأكيد حتى الرئيس بري كان من وجهة هذه النظر، يعني وجهة النظر هذه، وبعتقد حتى النائب وليد جملاط حكي أكثر من مرة أنه شو بدعة حكومة اختصاصيين، حكومة اختصاصيين. وبرأي كل حدا يعني كمان نحن هاي فكرة أنه الأحزاب أو شطبة أو إلغاء أو أنه تصير فكرة الحزبي، يعني هو خي لا، في ناس حزبيين و كوادر وإلى فكرة وحضورة وتاريخة، والاعتقاد أنه نحن طلع الأحزاب لبرا مع بكرة جاي الانتخابات مين بده يخوضها؟ بده تخوضها الأحزاب. فبعتقد أنه النائب وليد جملات لا يمانع، والرئيس بري لا يمانع، حزب الله لا يمانع، والتيار الوطني الحر لا يمانع، يبقى تيار المستقبل الأساسي يمانع. ما هو مش بده يمانع، ما هو حققها مسبقاً برئاسة، لأنه ما هي حكومة تكنو سياسية، لأنه سعد بالنسبة للمستقبل شو بدي أنا بالسياسة الممثلة، ما في سعد الحريري. لا بس تيار المستقبل بيقول أنه تجربة الحكومة السياسية أو التكنو السياسية خاصة بالحكومات السابقة اللي ترأسها سعد الحريري أثبتت فشلها والشارع سقطها، ما في يرجع يعيد ذات التجربة اليوم. آه يعني هو كان المبدع الوحيد بالحكومات هذيك هو الرئيس الحريري، واللي فشلوها هن الوزراء. ان شاء الله في وعبكره تكون الانتخابات لحتى نحتكم كلياتنا سوا لصناديق الاقتراع ونخلص من هذه الجدليه البيزنطيه الحاصله بالبلد حول من يمثل ومن لا يمثل، حاول اذا الناس بدها تغير او الناس ما بدها تغير، حاول وهم البعض انه يعني هلا عندهم ثلاث نواب رح يصيروا 30 نائب، لنشوف إذا رح يقدر يحافظ سامي جميل على 3 نواب، حتى نخلص من هذا الكم من الاتهامات والاتهامات المتبادلة. نحن بحاجة إلى انتظام، لا كمان أيضا احترام بعضنا بالتخاطب وبالتعاطي وبفكرة هذه نظرية إلغاء، أنا بلغيك وأنت بتلغيني، أنت مينك وأنا ميني. نحن بحاجة إلى انتخابات. للأسف أنا كنت من الأساس مع انتخابات نيابية مبكرة، خلاص بعد في سنة وللأسف ما راح فينا نغير قانون الانتخابات، علما أنه هذا القانون منو الأسلم، لأنه راح يولدنا تمثيل منو بالمستوى المطلوب في لهذه المرحلة. بس هلأ في كورونا ومن يفكر بتأخير الانتخابات ليوم واحد هو شريك في المؤامرة على هذا البلد، لانه بالازمات الكبرى هلا ما بتعرف، هلا ما بتعرفي والله بيعملوها، يعني ما بهذا البلد كل شيء ما في شيء ممنوع. بس بالازمات الكبرى اللي تعصف باي بلد اذا عندها انتخابات اول شيء بيعملوا شو هو؟ بيروحوا الى الانتخابات لنشوف اذا بعده التيار الوطني الحر هو يمثل، او كما يعتقد البعض انه يمكن يجيبوا نائبين او ما يجيبوا، ولنشوف اذا في تبديل بالراي بالساحه الشيعيه، ولنشوف المجتمع المدني شو بده يعمل، ولنشوف اذا راح يقدر يوحد صفوفه. نقاش طويل عريض، بس هلا بدنا حكومه
تحط لنا سقف لهذا الانهيار. سعد الحريري حط معادلة جديدة هيدي قبل زيارته لبعبدة بحرب البيانات اللي صارت قبل بليلة، انه يا بيوقع رئيس الجمهورية على هذه التشكيلة يا اما الاعتذار يقابل استقالة رئيس الجمهورية. لا الرئيس الحريري لا يعتذر ولا رئيس الجمهورية رح يستقيل، ولا حدا بيقدر يفرض على الرئيس عون يوقع. بعدين اذا بدك اياه يوقع بالحد الادنى قدم له تشكيلة كاملة متكاملة، وهذا الاعتقاد الخاطئ أن الرئيس عون وحده من يرفض. ما بعد في نقاش بده يحصل مع حزب الله حول الأسماء. هذا اللي بدي أسألك. الحصر هذا. اليوم المشكلة الحقيقية هي بتلت وبوزير بالزايد ووزير بالناقص، ولا المشكلة الحقيقية بتمثيل حزب الله داخل هذه الحكومة اللي ما عم يسترجي سعد الحريري؟ تنحكي الأمور يعني ببساطتها، ما بيقدر سعد الحريري يشكل حكومة بلا حزب الله، وبذات الوقت منه قادر يشكل حكومة مع حزب الله بظل الفيتو السعودي. مش هذا هو المأزق الحقيقي اليوم؟ هلا أول شيء الرئيس الحريري لا يستطيع، إذا هو محرج مع السعودي إلى هذا الحد ومنه قادر يشكل حكومة يحترم فيها تمثيل حزب الله، أنا بنصحه من هلأ لا يتعذب. لسبب، حزب الله مكون لبناني رئيسي عنده 400,000 صوت تفضيلي، مش إذا مزاج محمد بن سلمان مش راكب فيك تشطبه. ولو القوات اللبنانية كانت عم تطلب أنها تتمثل في هذه الحكومة ما بيقدر سعد الحريري يشطبها، لانه هيدي بس ما هو عم بيقول عم بشطب الكل مش بس حزب الله، هو عم بيقول انا عم بشطب الكل. هو ما عم يشطب حدا، مش مزبوط هذا الحكي. لا بيقدر يشطب حركه امل، ولا بيقدر يشطب وليد جنبلاط، ولا بيقدر يشطب كل القوى اللي ما بده يتفاهم مع الوزير الفرنجي على ممثل، وبده يتفاهم مع الطشناق على ممثل، وبده يتفاهم مع ال. طيب ليش حزب الله؟ طيب اذا هو عم يشطب الكل شو النقاش انه 5 زائد وزير للطشناق؟ إذا كلهم مشطوبين خلص، فإذا خالصة الشغلة، ما بلا شو العذاب هذا كله يتسوى. بهذا البلد ما في حدا مستقل، ما في حدا مستقل، هذا حكي فاضي. إن واحد ولو ما قالنا الرئيس بري قدمت أسماء مش معنا ولا ضدنا. مش معنا ولا ضدنا، لما ما أكون ضدك يعني أنا عندي موقف. لما ما أكون ضدك يعني أنا عندي موقف. يعني في مشكلة بعد بمسألة حزب الله لم تحل. ايه صح، بعده حزب الله ما تناقش هو الرئيس الحريري هو بالاسماء المقترحين لوزارتي الاشغال. ليش بينت هالمشكلة اليوم من بعد 5 أشهر؟ لا ما بينت، ما حدا عم يحكي فيها. ايه ليه ما حدا عم يحكي بعدنا فيها؟ بعدنا 5 أشهر بنحكي بعدنا متقاتلين 5 و6 و7، بعدنا متقاتلين على الثلث الضامن وعلى النصف زائد واحد داخل الحكومة، ومتقاتلين على آلية توزيع المقاعد، ومختلفين على تراجع الرئيس الحريري عن تسليم وزارة الداخلية لفريق رئيس الجمهورية، وبعدنا عنا اقتناع انه الرئيس الحريري لا يريد ان يشكل، وانه لا بده ثقة التيار الوطني الحر. هيدي اللي استجدت، قصة الثقة 100%، هيدي الثقة هيدي استجدت. ما بعرف، طب ما قبلت انت بتكليف من دون التيار والقوات؟ اللي بيقبل بالتكليف بيقبل بالثقة بالمجلس النيابي، خي وتفاهم انت وحزب الله ويمكن يعطوك ثقة إضافية بتصير أكبر. بينك وبين التيار الوطني الحر مش راكبة، خي مش راكبة، بينك وبين الوزير بسيل مش راكبة. طيب لا بدك تشوفه ولا بده يشوفك، ولا بدك تحكي معه ولا بده يحكي معك، ولا بدك تتنازل له ولا بده يتنازل لك، ولا بدك تسمي له ولا بده يسمي لك. طيب شو هالمنطقات؟ ايه ما ساعتها عم بيقولوا اذا التيار الوطني الحر ما بده يعطي الثقه بياخذ رئيس الجمهوريه 3 وزراء، هل من منطق بهذا الامور؟ مين بيسمي الوزراء المسيحيه البقيه؟ بسبب مين اليوم صار الحريري معقول؟ هلا حضرتك ممكن تعتبرها معركه جانبيه وانه هيدي قصص جانبيه، بس هي المساله اعمق من هيك اكيد. انا اللي بعتبره اكيد ما انا معركه جانبيه انه صار الحريري يسمي للمسيحيين. زمن اول تحول، مرحلة وجود الرئيس عون بالمنفى وسمير جعجع بالسجن خلصت، هذا موضوع مسلم به، هيدي الواقعية السياسية. أنا المعركة الجانبية بالنسبة لي مش هاي، أنا قلت لك تثبيت قواعد لا ثلث معطل وتوزيع عادل للوزارات وإلزام الكل بصيغة واحدة بالتسمية، قواعد ثابتة كل عدا ذلك
الاعتقاد انه تحصيل الثلث المعطل تحصيل لحقوق المسيحيين اعتقاد خاطئ. بس ما حدا يعني المعنيين عم بيقولوا ما قالوا ما قالوا بغض النظر ما قالوا، عم بقول انا وانا بعرف انه ما قالوا. اعتقاد الرئيس الحريري انه التنازل عن الداخليه هو تنازل عن حقوق الطائفه السنيه، هي معركه جنبيه. يعني السنة بعكار هلا ما راح يكونوا بألف خير إذا عمل شو التسوير السني وزير داخلية اليوم. بس اليوم عم ينحكى عن عدة أن يسم تبادل أسماء، أسماء متفق عليها بين الداخلية والعدل، بيسميهم سعد الحريري بيختار العدل من... بعد ما صار أي نقاش عليه بالمناسبة، علقة بالداخلية. إيه شو سعد الحريري يقترح عدة أسماء، يختار منها اسم رئيس الجمهورية أو رئيس الجمهورية يقترح عدة أسماء يسمي الرئيس الحريري اسم منها. طرح إنه الرئيس بري يسمي للداخلية ما مشي. ما مشي ما ما مشي. سقط. ما مشي. خارج التداول. ما مشي. هلا بارح اللي اختلف عن السابق إنه أولا صار فيه إعادة تواصل، تاني شيء بلش البحث يتعمق، ما عاد واقف على الهوامش برا، بمعنى انه انا الطاقة ما بدي اياها، بمعنى انه انت ما فيك تحجز لنفسك الوزارات الثلاثة هودي، واضح، بمعنى انه صيغة طبعا ال 18 لم تحسم حتى الساعة، وفي جواب بده يقدمه الرئيس الحريري حول هذا الموضوع اذا كان في امكانيه. مثلا وحده من الاجوبه المطلوبه بين الرئيس الحريري يوم الاثنين رايه بصيغه العشرين دون ان يكون فيها ثلث ضامن لحدا. بس ما طلع امبارح من بعبدا وقال 18 وبيجيب جواب على 20. بس كيف 20؟ بس هون لحظه نفند شوي. كيف حكومه 20 ما بيكون فيها ثلث ضامن؟ يتحجج تيار المستقبل انه ما فينا نطلع على حكومه 20 لانه بحكومه 20 بياخذ 6 وزراء رئيس الجمهوريه، وزير للتشناك والوزير الدرزي الاخر اللي هو من ضمن نفس الفريق بيعتبره بيكون عنده رئيس الجمهوريه، فين يكونوا وزيرين ملك اثنين المضافين يعني الكاثوليكي والدرزي. والدرزي وبيتفاهم الامير طلال وبيتفاهم قبل مير طلال بهالصيغة، ما طلع بيان رافض لهذه الصيغة قبل ما يلتقي وليد جنبلاط. هلا ما بعتقد انه عقبة ممكن يعني نوصل له. العقبة الرئيسية في عملية التشكيل هو الخلاف الحاصل بين الرئيس الحريري والتيار الوطني الحر، وكل عدا ذلك يمكن خلق تسوية خلال وقت قياسي وقصير. في مين يمون على مير طلال ويقول له خلينا نقطعه؟ حزب الله عم يشتغل يعني على هيدي النقطة. بيقدر يشتغل حزب الله، ما اشتغل، بس إذا طلب منه بيشتغل وبيحلها، والرئيس بري بيحلها، وليد جنبلاط لا يمانع، والمير طلال ما رح يوقف الحكومة كرمال إنه أنا ما بتفاهم على حدا مع وليد جنبلاط وزير يكون مشترك بيناتنا، ما هو عم بيقول من المعركة مش معركة الوزير، معركة تمثيل الدروز الذي يفترض أن لا يختصر ب وزير واحد، وبالتالي هو بيقدر يقول للرأي العام الدرزي انه انا اللي حصلت المقعد الثاني للدروز بغض النظر مما اخذه، علما انه الدروز ما راح يكونوا ثاني نهار بحالة فرح كبيرة وراح ياكلوا ويشربوا وترجع اموالهم من البنوك اذا حصلوا لهم وزير ثاني. المرحلة المقبلة ان كان على صعيد الشارع ان كان على صعيد سعر الصرف، يعني طرح كشي اللي بهم الناس، نعم. شايف راح يكفي انخفاض سعر الصرف مثل ما شفنا من امبارح لليوم، ولا منرجع لتدهور دراماتيكي للليرة اللبنانية؟ في محاولة هلا، في وجهتين نظر حولها. وجهة نظر بتقول هي كارثية رح تكون ورح تخلق لنا سوق جديد لسعر صرف الدولار، هو سوق السودة الحالي وسوق صرف بين المصرف والمصارف ودولار الدولي اللي هو 1005. نعم. وفي ناس بتقول انه لا، هيدي التجربة قد تولد بالحد الأدنى سقف معين لسعر صرف الدولار. هلا انا باللي بعرفه اذا عن جد في إمكانية انه المصارف تأمن للتجار الكبار الدولارات عبر هذه المنصة بينخفض السعر، أكيد بينخفض، لأنه أنا أحيانا بتابع بشوف الدولار عم بيشوط شوطات عالية 12 ونص 13، بسأل صرافين
شو المطلوب؟ بنقل بشكل واضح عندنا التاجر الفلاني مره تاجر نفط مره تاجر مواد غذائيه نعم عم بيقول لمولي دولارات بالسعر دفعوا 500,000 لمولي دولارات اذا هودي بيعدناهن عن السوق واخذناهن على منصه على منصه عن جد بتقدر تامنهم دولارات ساعتها اكيد عمليه الضغط على السوق بتخف واضح بس اذا طلعت هيدي المنصه وهميه مثل منصه 3900 منكم بعدنا محل وبلشوا المصارف من هلا يقولوا نحن من وين بدنا نجيب دولارات بس عنده هامش للمناوره بعد رياض سلامه من بعد كل شيء صار بعد عنده نفس الهامش مثل قبل هلا اليوم بس ما في ضغط سياسي كبير على هلا انا رايي بس لبنان. تفوت الناس على البيوت ببطل حدا عنده هامش هلا بتعرف كان بدي اسالك عنا لك من 17 تشرين بتحكي الناس فايته على البيوت لهلا لا شفنا ناس فاتت على البيوت لا شفنا ناس تظاهرت بالاماكن الصحيحه شفنا قطع طرق علينا نحن بس كمواطنين يعني هلا قطع الطرق هذا امر غير مبرر لانه قطع الطريق على مين هلا هو بحركه اعتراضيه ناس بتعتبرها بس ولكن بهذا البلد اللي مركب فيه هذا الطريق للشيعة يعني بس تقولي طريق انطلياس الضبي مقطوع يعني طريق المسيحية مقطوع ولما تقولي طريق الجنوب مقطوع يعني طريق الشيعة مقطوع للأسف هيك مركب البلد ببلد مركب هيك قطع الطرق ما بيعود حركة اعتراضية بصير مشروع مشكل ما بنعرف لوين بيوصلنا أما قناعتي إنه الناس أنا بحكي عن الناس اللي نزلوا ب 17 تشرين ولا يزال عندي موقفهم الرافض الحقيقي لكل هذه التركيبة عن الناس الموجوعة فعلا مش عن اللي الأحزاب اللي نزلت على الخنادق ولا عن البعض اللي منشوفهم كيف يدارون أنا عندي اقتناع آخر شيء إذا ما بدنا نوصل لحل وبتضل الأمور بهذا الانحدار شو عنده خيار الناس؟ ما بيقول حدا يردح حدا ومبارح سيد نصر الله قال مش عطول فينا نمون على الناس يعني الحراك اللي صار بالمناطق الشيعية عفوا على التعبير نعم. بس صار في تحركات صح. بالمناطق المحسوبة على الثنائي الشيعي صح. أكيد ما كانوا عارفين فيهم الثنائي الشيعي ليش في حدا عنده اعتقاد ليش حدا عنده اعتقاد انه الشيعة معجبين بهذا النظام ووحدة من الخطايا التي ارتكبها المعنيين هو بمحل ما اقتناع الجمهور انه هن اللي حموا هذه المنظومة انا برأيي المسيحيين مش هن اللي حموا هذا النظام ب 17 تشرين مين ما هو النظام كان قايم على الكل صح بس لما بيطلع ما هو كان قايم على الكل لما بيطلع السيد نصر الله وبيخون الناس اللي كانوا موجودين بالشارع ما خون ما خون من بيقتل تطلع من الشارع لا صح صح مين صح بيكون حمى انا حر انا حر اذا انسحبت او ما انسحبت وظيفه اللي بالشارع يقنعوني اني ابقى والسيد نصر الله الاكيد اذا استشعر ان المطلوب اخذ هؤلاء الناس الى محل اخر يقول لهم تعالوا لعنا الشاطر هو اللي بياخذهم لعنده صح ولا لا ما الثورة إذا بدها تنجح بهذا البلد بدها تجيب المسيحي والشيعي والسني صحيح. والدرزي والعلوي وكل الناس على مربعها إذا ما جبتهم ما بتنجح هاي واحد اثنين لا يعني أنه الشيعة معجبين لا بهذا النظام ولا بهذه التركيبة ليش روح اسألي بالمصارف الجزء الأكبر من الأموال التي احتجزت وسرقت ونهبت لمين الشيعة كان عندهم خوف نتيجة التطورات اللي حصلت بما يتعلق ببنك الجمال والتضييق اللي حصل بإفريقيا لوين هربوا؟ هربوا لهون فجرت بوجهن أزمة المصارف والأكيد أنه مش بس الشيعة مش عارف الرئيس برلين مشكلة هذا النظام لأنه كيف عارفوا ليش لأنه طلع قال نحن بحاجة لكل الناس يعني وقت مش لوحده كله لا بس أنا بس لحظة أنا رح أقول لك شو الفارق رح شبه لك مشهدين بيختصروا لك المشهد من 92 لل 2005 كانت كل الطبقة السياسية مع سوريا نعم
شو بدي، الرئيس عون كان برا، سمير جعجع بالسجن، كانوا كلهم بال 2005 ناس بطلت وناس بقيت صح؟ بموضوع رياض سلامه جددنا له كلياتنا سوا، هلا لاحقا ناس بطلت وناس بقيت، بس للاسف الامر الواقع الوحيد حاليا بالبلد انه رياض سلامه عم يعمل اللي بده اياه. ليش؟ في غطاء امريكي على رياض سلامه. هلا انا اذا الامريكان واصله معهم الامور الى حدود انه مفكرين هذا الموظف هو الحل والربط وهو الحامل السياسي الامريكي، فعلا شو بيكونوا تافهين. في كثير من العناوين اللي بنطرحها بالبلد بتكون نظريات ركبت ومشيت وهي مش صحيحة، ومصير نتعاطى معها على إنها قواعد. ومنها قاعدة إنه رياض سلامي محمي أمريكيا وإنه يا لطيف. أنا وجهة نظري إنه لا، الذين تشاركوا من 92 لليوم وارتكبوا ما عندهم مصلحة بتغييره، لأنه إذا بده يحكي كل الوقائع نصها وأصحاب المصارف واللي عملوا وزراء واللي عملوا موقع مسؤولية، رياض سلامي يعني بيطلع فيه هون بيقول لهم بتعرفوا وبعرف، خلينا ساكتين، وإلا أنا هيدي وجهة نظري. بس ربنا سبحانه في ملكه آخر شيء. وجهة نظر تانية تقول أنه اليوم الحملة على رياض سلامي المتجددة والمستمرة لإقالته أو لتشويه صورته، هيك بيقولوا، هي سببها أنه حزب الله يريد أن يضع يده على النظام المصرفي والمالي في البلاد من بعد ما حط إيده على كل الباقي. بعد في هيدا السد الوحيد اللي ليش عم تضحك؟ هيدي الله النظرية يرحمه. بس عفوا الله يرحمه هذا النظام المصري. البطريرك الراعي لم يحمي رياض سلامه. بلا حماه كيف ليش حماه؟ لأنه هو اعتبر إنه اليوم في منظومة سياسية هي المسؤولة، لا المصارف ولا حاكم مصرف لبنان هن المسؤولين. هلا النظام المصرفي بعده قائم، يعني هلا إذا نزلنا بالشارع وقال له لمواطن خذ هاي المية دولار روح حطها بمصرف بيروح؟ بعد في حدا ينهار، يعني المفروض تقفلس المصارف وتسكر؟ لا حرام، كلنا راضيين. لا المطلوب يردوا مصريات الناس، مش هم، خلي الطبقه السياسيه، خلي مجلس انا حطيت مصاري عندك، خلي مجلس انا حطيت مصاري عندك لثقتي فيك. انت على اي اساس بتروحي بتديني هود المصريات لدوله بتعرفيها منهاره؟ على اساس انه مجلس، وانت ليش بتتشاركي معهم بنصبة 18% فوائد لحتى اجي انا احط مصرياتي عندك؟ كان رياض سلامه بيقدر، وانت ليش بتهربي مصرياتك لبرا مثلك مثلهم؟ كان رياض كمصارف فهمت، رياض سلامه كان بيقدر ما يدين، كان بيقدر يقول لهم ما بدي اعطيكم لسلسله الرتب والرواتب. لو كان حليف المقاومه وقام وهاب هو صاحب هيدي النظريه، بيقول كانوا شدوه من بيته شد لرياض سلامه لما اعطاهم المصاري. بس بدي خبرك شغله، المشكله وين؟ يعني لحتى تيجي على الاو تي في بتطلع المشكله عندي فريق، بتروح عندي الام بي ان تطلع المشكل على فريق. لا 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 لحظة لحظة. لا انا رح لك رح وصلك للي بدك اياه، رح وصلك للي بدك اياه. بتروحي على ال بي سي بيطلع فلان مقدس، بتروحي على الام تي في الام تي في بيطلع فلان اقدس القداسي. مشكله هذا البلد انه نحن امام غياب تام للقضاء. لو في قضاء صحيح. عادل ونزيه وفي دوله وهيبة الدولة، كانت ثلاث ارباع هذا النقاش ما بنتناقش فيه، هذا بيحكم فيه القضاء. مشكلتنا نحن هلا هو التالي، عم نتعاطى بكارثتنا المعيشية والاقتصادية من خلفية تصفية حسابات سياسية. يعني اليوم في ناس بيعتقدوا انه والله اذا انا علي حجازي محسوب بالسياسي على فريق معين يعني خلص انا صرت بدي شارك معه بحمايه رياض سلامي او بدي شارك معه بالتبجيل لهذا القانون الانتخابي. لا، نحن اجى الوقت اللي نقتنع الفصل بمقاربه الملفات المعنيه بحياتنا اليوميه عن الصراع السياسي. هلا
اللي بيعنينا كلياتنا سوا يفترض ان يكون. هلا اذا بتجي لواحد انا بالنسبه لي الكل شريك من 92 لليوم لا استثني اي احد، والقضاء هو اللي بيحدد مين اللي ارتكب ومين اللي ما ارتكب. نحن هلا اللي بدنا نفكر فيه هو التالي، حد للانهيار. البعض يقول انه مش رايحين لحد تختم بهيدي الفكره لانه وقتنا خلص، البعض يقول انه مش رايحين تنوضع حد للانهيار، البعض عم بيقول انه مثل ما حذر سيد نصر الله مبارح من قصه حرب اهليه وقال انه هناك من يسعى لهذه الحرب الاهليه، البعض بيقول انه ايه فعلا رايحين لهيدا المشهد لعده اسباب، بنرجع بنتركب تسويه بنظام جديد على جثه هيدي الحرب اللي بدها تصير، والاهم تركب تسوية على قاعدة عفى الله عما مضى، بطير التدقيق الجنائي وبطير أي إمكانية للمحاسبة. واليوم في كلام لرئيس الجمهورية منقول عن زوار رئيس الجمهورية للزميل عماد مرمل، بيقولوا في زوار أنه بيعطوا 18 وزير لميشيل عون مقابل التخلي عن التدقيق الجنائي. البعض عم بيقول المشكلة الحقيقية هون، المشكلة أنه بدنا نرجع لعفى الله عما مضى. هلأ عفى الله عما مضى ما فينا، لأنه في جزء من عفا الله عما مضى مرتبط بحقوق الناس اللي تعبت برا وحطت مصرياتها بالبنوك. عفا الله عما مضى إذا شيء له علاقة بحق الشخصي، لهني مصريات رياض سلامي ولهني مصريات حزب الله ولهني مصريات حركة أمل ولا مصريات تيار الوطن الحر، هيدي مصاري الناس، وبالتالي عفا الله عما مضى هيدي جريمة، أنت عم تعفي عن حق منو حقك، هيدي واحد. هلأ تأخير التدقيق المالي الجنائي قديش بدك تأخره؟ شهر، اثنين، ثلاثة، أربعة، سنة، سنتين، آخر شيء. هذا البلد في شيء بده يحصل فيه تغيير، والمسار طبيعي، الدنيا عم تتغير، ما رح نبقى مثل ما نحن، وما رح يضلوا رياض سلامي، آخر شيء رح يجي حدا محل رياض سلامي ورح يفوت على مغارة علي بابا اللي اسمه مصر في لبنان، ورح يفتح خزائن الذهب ويقلنا شو شاف. تخفية الحقائق ما رح تطول، لانه خايف الحقائق عن الناس 100 سنه، ما رح تطول 100 سنه، شهر 2 3 4 بدها تفقع، بدها تفقع. واساسا هذا الضغط لن يولد تسويه، لانه ما انه ضغط سياسي، هذا انفجار اقتصادي مالي معيشي في كارثي. عم نشتغل ب 40 و 50 دولار، وبالتالي بده يولد انفجار وبيجي نهار. هيدي طاولة هالشطرنج أو أحجار الدومينو بده يوقع منها واحد وبتوقع الكل. ما فيك تخبي وتستمر بعملية التخبئة إلى الأبد، لأنه مشكلتك مش مع أمريكا لتحتى تخد لها عنوان سياسي، مشكلتك مع ناس مع ناس سلبت حقوقها، سلبت أموالها، سلب تعبها. مشكلتك مع شعب صار رغيف الخبز عم يعمل له حساب، مشكلتك مع ناس عم تتبهدل، عم توقف صرنا بالدور لحتى نعبي بنزين. ما 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 بتزبط تعمل لها تسوية على طريقة تسويات الدوحة وغير الدوحة، هداك شيء مضى وراح. هداك الناس كانت جزء منا معي وجزء منا معك، أما هلأ الناس كلياتها سوا مش مع حدا بالموضوع المعيشي والاقتصادي، الناس مع حقوقها. وبتعرف مين اللي وخرت النهار نعرف مين اللي سرق البلد وكيف انسرق البلد وكيف اندار البلد. لك في دولة بالعالم ما بتعرف عدد موظفينها؟ في دولة بالعالم بتقبض رواتب لعشرات الالاف المتوفيين؟ والاكيد اخر شيء منطق التسويات هو اللي وصلنا لهون، والاكيد بخلاف رأي التيار الوطني الحر كان ضد. حضرتك كنت عم تدعي لتسويه حكوميه، تسويه الحد الادنى، تسويه الحد الادنى، الوصول. انا ما يعنيني هلا الناس، قلت لك الفرنسيين لو بدهم كانوا عادلين كانوا مش طرحوا حكومه، نعم طرحوا تغيير نظام، طرحوا تغيير نظام. هلا في نقاش بنعمل ايمتى بحث تغيير النظام؟ الاسلم بعد الانتخابات لنشوف الناس، بلكن الناس قررت تتجدد لهم هن نفسهم، نعم ساعتها مش شغلتنا نحن نطرح تغيير نظام. بدك تسوية هلأ، هلأ في أمر واقع ما فيك تتجاوزيه، واضح. بس التسوية هذه المرة مكلفة أكتر بكتير، لأنه جزء منها مرتبط بالناس وبمصالحها. ما فيك تعمل تسوية على حساب حقوق الناس ومصالح الناس ومعيشة الناس. وأنا بالنسبة لي مو سموا حزب الله وحركة أمل الرئيس الحريري رئيس الحكومة، لو أنا نائب ما سميته
قلت مع التيار. حزب الله ما سماه، بس يعني أصوات. بمحل ما بمحل ما قال انه نحن مش ضد. انا بدي اشكرك على حضورك معنا صحفي علي حجازي على كل هيدي المعلومات وعلى هيدي المقابله الغنيه. شكرا لأ.